الجهاز العضلي والجهاز العظمي والجهاز العصبي بيتفاعلوا مع بعض علشان يكونوا حركة الجسم. الإشارات العصبية بتنتقل خلال الجهاز العصبي إلى العضلات الهيكلية واللي متصلة بالعظام. الشكل الليفي للعضلات الهيكلية بيتكون من ترتيب بروتينات موجودة داخل الخلايا المكونة للنسيج العضلي. الخلايا العصبية الحركية للجهاز العصبي بتتصل مع العضلات الهيكلية وبتحصل الحركة على عدة خطوات. النبضات العصبية بتصل إلى منطقة الموصل العصبي الحركي الموجودة بين الخلية العصبية والعضلة. بعد كده الخلية العصبية بتقوم بإطلاق ناقل عصبي اسمه أسيتيلكولين. الأسيتيلكولين بيرتبط بالمستقبلات الموجودة على العضلة، فبيبدأ تفاعل كيميائي خلال الألياف العضلية. خيوط العضلة بتنزلق داخل بعضها البعض، فبيحصل كسر في طول العضلة أو بتنقبض. وهي دي باختصار الخطوات اللي بتكون الحركة.